يمناك لا عدمناك، تخدمك في كل يومك، لذا صارت ضحية لكل الجراثيم والعدوى من حولك. كلنا نغسل أيدينا دائما، ونعتقد أننا نغسل أيدينا بالطريقة الصحيحة، لكن هل فعلا أيدينا نظيفة؟ أتيت اليوم لهذا المختبر لأختبر 5 طرق مختلفة في غسل اليدين، وأرى نتيجة غسل كل مرة. يعتقد كثير من الناس أنه يغسل يده بالطريقة الصحيحة. اليوم راح نبين لك وللمشاهدين الطرق المختلفة عند الناس، إيش الطرق الصحيحة إيش الخاطئة. أنا مستعد لوضع البكتيريا. وضعت على يدي شيء من البكتيريا الإيكولاي، وأخذت منها طبعة، ورغم البكتيريا الموجودة على يدي الآن إلا أني لازلت أراها نظيفة. هذا اللي تعتقده، زي ما يعتقد كثير من الناس أن البكتيريا ترى بالعين المجردة. بدأنا طريقة الغسل الأولى، وهي غسل اليد بالماء فقط، ثم طبعنا العينة، وبعدها بقية الطرق: بالماء والصابون 5 ثواني، بالماء والصابون 40 ثانية، ثم بعدها المعقم الكحولي مرة 5 ثواني ومرة 20 ثانية بكمية وافية. انتهينا من تجربة 5 طرق من الغسل والتعقيم ووضع أثر اليد على الأطباق. حنحطها في الانكيبيتر اللي هي الحاضنة، وبكرة إن شاء الله نشوف النتيجة. بعد 24 ساعة ظهرت النتائج. هذه صورة البكتيريا قبل غسل اليدين، وهذه بعد الماء فقط، وهذه بعد الماء والصابون 5 ثواني، أما هذه فهي بعد غسل اليدين بالماء والصابون 40 ثانية. أما المعقمات الكحولية فهي بديل جيد إن لم يتوفر الماء والصابون، والطريقة الصحيحة للمعقمات هي 20 ثانية على كامل اليد. بعد هذه النتيجة تذكر دائما أن غسل اليد بالماء والصابون لمدة 40 ثانية هو أول طريق نحو الوقاية من الفيروسات والعدوى. اغسل يدك دائما وعش بصحة.